السلام عليكم. في درس جديد من دروس تعليم الدرس الرباطي المتقون مع مريم. اذا اليوم ان شاء الله غادي يكون درس خاص بالرسم على المبرة كما طلبوها مني الاخوات. نزيد نشرح اكثر حيت الرسم على المبرة تيكون كيدوز من جوج ديال المراحل. كنرسمو من الداخل ديال التوب، عاد كنرسمو على الوجه ديال التوب. اذا كما كتبان لكم هنايا هذا التوب ديال المبره، هذا الداخل ديال التوب وهذا هو الوجه ديالو، تيكون لون غامق كما تيبان لكم هنايا. الوجه على ازرق فاتح وهنا باين فيه غامق بزاف. اذا غنرسم على الداخل ديال التوب ديال المبره. كناخد الكربون ديالي الزرق، ناخذ الكربون ديالي الزرق ونرسم عليه الزواقه كي خاصها تكون. هذا الصدر دام دي زواقه داس نرسمها. ملي نرسمها راه هي كتبان لكم هنايا بانني راني رسمتها. عاد كنحط الكربون بيض من تحت، ها هو الكربون بيض حيت هو اللي غادي يخرج ليا الخدمه مزيان، يخرج ليا الرشمه عفوا مزيان. نضغط عليه مزيان في الرسم. إذن غادي نضغط عليه مزيان في الرسم. حتى نرسمها كاملة. وهنا غتلاحظوا كي غتخرج ليا الرشمة من كربون بيض، هكا كيكون احسن باش الرشمه تجينا مقاده من تكون متماثله في الصدر باش تجينا الخدمه مزوقه مزيانه. اذا ان شاء الله كنتمنى بان هذا الدرس يكون فهمتوه، حيت بزاف كيسولوني على الرسم ديال المبره. اذا كنتمنى بان ربيت الرغبه ديالكم، وإلى درس جديد إن شاء الله.